السلام عليكم تتابعين ملا ليا كوزين كديري، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، المهم كما كتشوفوا انا جيت لواحد الوينكل ولا حانوت ديال الاريتريين. المهم عندهم عجبني داكشي اللي عندهم وجيت باش نصورو معاكم. كما كتشوفوا الديكورا ديالهم كلشي فيه اللمسه ديالهم. اللي عجبني واللي تار الانتباه ديالي غادي نوري لكم، شوف كلشي فيه اللمسه ديالهم ديال الحوايج ديالهم، حتى الطبصل هذا ديال الكاغط حتى هما دايرينه، هادو عجبوني. الطبيقات ديال الخبز شحال غزالين، ما عندي صغيرة. هادو حتى هما الصناعة اليد دايرين 17 ايرو، شفتيها؟ ما شاء الله. المهم عندهم داكشي زوين الصراحة. هاد الحانوت هذا في وسط السنترال، اللي كتكون ماشي طالعة ولا تطلع الطوبيسات. هذا شوف صراحة عجبني هادشي، هذا يدير واحد غير ديكور، ولكن راه التمن راه يكون شي تمن لي غالي ما شاء الله. بحق الصناعة اليد يا الله يحسن لهم، ديما الصناعة اليد كتكون زايدة. لو دعوا الله يحسن لهم كيضربوا فيها تمارة. ايوا المهم عندهم عندهم كل شيء. هادو ديك عندهم التمار، عندهم داكشي ديالهم الطحين، داكشي عطرية، قارفة كاتبة لي تما، هادي القهوة دا البون شتي كي دايرة القهوة تحمصت هاديك دابا. كما كتشوفوا ومسكين طلبتو دار الموسيقى، طلبتو وقفها هذه التحميرة. لا شوف السودانية، انت ما كتشوف السودانية الحلبة ديالهم، هذيك الكراب ديالهم زيت الكوك، هذا الزيوت الحنة. صراحة الصابون كلشي كلشي. شو ديك الطبق ديري 40 درهم عندهم، شو حتى الصناعة تقليدية ولكن داكشي الصراحة زوين، ديك الطبقة زوينين. أنا الصراحة عجبوني، تمن غالي ولكن شي حاجة لي زوينة في المنظر وكلشي. حتى السيرفيس دايرينو بهاديك ديالنا ان شاء الله. وهادو اللي عجبوني قلت لكم، ها شوف شوف هادو كان عندنا في المغرب زمان يا زمان، كانوا عندنا هاد الملولين وكانوا عندنا البيضين. ما كاينش اللي شي دار اللي ما كان فيها الطبصل ديال الحديد هذا الشكل هذا، ها الملولين وقلت لكم البيضين هادو هما اللي كانوا يديروا فيه تبارك الله، يحطوا فيه المرقه، يحطوا فيه الكسكسو كيحمقوا. كون عشي تمن زوين كون ديتو، ولكن منين وفا كوستي دايزة؟ تسعة 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 الايرو مزيان بصراحة، الله غالي ما غاليش، 18 مية ما غاليش الله غالي، ويني زوين الصراحة الله غالي. هذا انا عندو شي وحدي الله غالي زوين، ساعتين ولا زوين انا عجبني الحوايج ديالهم. داير كلشي عندهم في السنتروم هنايا في السنترال، عندهم كلشي حوايج. كلشي الديكورات اي حاجة عندهم. Thank you.
داكشي ديال المجوهر ديالها هو ما يحبش صراحة الله شي زعما واعر ايوا نتمنى هاد الفيديو ديال هاد النهار ديال خاصة زربا نتمنى يعجبكم ودائما كنقولها لكم فضلا الله يسامر التعليق لايك ابوني باش يبقى يوصلكم كل جديد وشكرا لكم بزاف بزاف للمشاهدة وحتى الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي خليت لكم الراحة وهنا باي باي.